صورك للموسم الجاي ايه يا كابتن اشرف؟ شايفه موسم صعب جدا الحقيقه، ولانه الارتباطات فيه كتير زي ما اتفضلت وقلت، ارتباطات دوليه كتيره جدا، سواء تصفيات كاس عالم امم افريقيا، كاس العرب، دوري ابطال افريقيا للاهلي والزمالك، الكونفدراليه للسموحه، يعني الفرق المصريه اللي بتشارك، وبالتالي انت عندك مشاكل كتيره جدا جدا الحقيقه في نفس المشاكل اللي كانت موجوده في هذا الموسم هتتضاعف. أيوة. في الموسم القادم هيقدر الاتحاد يكمل المسابقه؟ هيبقى عندنا موسم يعدي ال 12 شهر كمان؟ انا مش عارف الحقيقه، انا عندي تساؤلات كثيره جدا. الاتحاد هيمشي الموسم اللي جاي ازاي؟ هل هيبقى في توقفات برضو عند كل مباراه لمنتخب مصر، او كل مباراه في تصفيات امم افريقيا او في كاس العالم او في كاس العرب؟ هيبقى في توقفات للاهلي والزمالك والفرق الاخرى في بطولات افريقيا؟ طب الموسم هيكمل ازاي؟ انت اصلا ابتديت او هتبتدي متاخر جدا جدا. ده انت كمان لو تاهلت كاس عالم بقى عندك مشكله كبيره، اكبر اوريدي انت هتبتدي متاخر، انت هتبتدي متاخر عن كل الدوريات في العالم. يعني كل الدوريات ابتدت، احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت تقريبا مسبوعين او فصل 8، احنا لسه هنبتدي في 10 اعتقد يعني. فانت اوريدي متاخر جدا جدا عن بدايه الدوري في كل العالم. الحقيقه مشكله كبيره جدا وازمه كبيره جدا، انا مش عارف الحقيقه ايه اللي هيتم فيها، ولكن انا شايف من وجهه نظري البسيطه، خاصه انه رئيس الاتحاد النهارده في من ضمن الطلبات اللي طلبها، او مش هي مش قرار طبعا لان هي طلبات، يعني انه الانديه تشوف ازاي هينفذوا رابطة الدوري المحترفين او رابطة أندية المحترفين الفترة الجاية. اعتقد ان الفترة قصيرة جدا عشان يبتدوا يعملوا ده قبل بداية الموسم، ولكن اتمنى ان هم ياخدوا الخطوات دي علشان يكون في منظومة محترمة بقى، يعني اللي بيديروها يكونوا مسؤولين عن قراراتهم وعارفين اللوائح تمشي ازاي، عارفين يكون عندهم الشخصية اللي تقدر تدير هذه المنظومة، خاصة انه مش هتبقى بس إدارة وتنظيم، ده هتبقى كمان تسويق، وبالتالي هيكون في استفادة بشكل كبير كمان للأندية المصرية من هذه المسابقة.